بدا المشهد هوليووديا. أهالي النقب يعتلون الخيل في مواجهة خيالة الاحتلال، الفتية والنساء والشيوخ في الصفوف الأولى من المواجهة، ومشهد الدخان والغاز يحيطان بالثابتين في أرضهم. تتحرش جرافات الاحتلال بأراضي الساكنين تمهيدا لاقتلاع عشرات الآلاف من منطقة النقع في صحراء النقب، والتي تضم 6 قرى بدوية غير معترف بها وفق تصنيفات الاحتلال. اقتحام المنازل ورش المواطنين بالمياه العادمة وإصابة عشرات المتظاهرين وأكثر من 130 معتقلا ومعتقلة خلال يوم واحد. هكذا بدت خطوات الاحتلال الأولى لتنفيذ مشروعه الاستيطاني. ثبات بقاء احنا يا اهل النقاب، صمود ثبت بقاء. من أدرك النكبة عام 1948 وموجة القدرة التي مسته العام الماضي، رد بالزجاجات الحارقة على مركز شرطة الاحتلال في تل السبع على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها الفلسطينيون في النقب المحتل، ورافق ذلك حرق لإطارات المركبات ورشق مركبات المستوطنين بالحجارة، كانت آخرها مظاهرات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين خلال تصديهم للجرافات وأعمال التجريف والتحريش لأراضي سعوة الأطرش. النقب التي تشكل ما يقرب من نصف مساحة فلسطين يريدها الاحتلال خالية، ليتسنى له توطين عدد جديد من المستوطنين وتأمين قواعده العسكرية الاستراتيجية ومرافقه الأمنية الحساسة، وكذلك شبكة الطرق التي يسلكها جيشه والتي تحيط بها القرى الفلسطينية البدوية في النقب. سعيد نجم لوكالة جي ميديا.